نبقى في الموصل، حيث قرر أهالي مناطق الشهوان والميدان في الموصل القديمة الاعتصام ومطالبة الحكومة المحلية والمركزية بتعويضهم وإيجاد صورة حل لهم بعد أن أصبحت مناطقهم ومنازلهم أرضاً مستوية، وذلك بعد تجريفها من قبل محافظ نينوى السابق نوفل العاقو. دعونا نتابع. إخواننا أهل الشهوان، تعالوا هنا على بيوتكم، تعالوا هنا، خلينا نجمع، نصير فرد 40-50 واحد، اللي عنده بيت هنا واقل عنده بيت خليه يجي على بيته، نجي هنا ننصب لنا خيم ونبعد هنا، ننصب خيم ونبعد هنا حتى يجي المحافظ، يجي قائد عمليات، ننصب لنا خيم هنا ونبعد، كل من عنده بيت واقع اخويا نبعد ان شاء الله هنا، والعلم تجي علينا اخويا. والله اذا ما هيجي بعد 100 سنه ما تنبني البيوت مالنا، ترى ما نرجع، هاي الضلقه هيجي الضلقه، ما حد يرجعها، اللي عنده بيت اللي عنده قاع يجي هنا، ما يجي طالب حقه ويجي طالب بيته ترى ما يرجع. الجمعه ننصب خيم هنا ونبعد، نبات هنا بالخيام ما نطلع من هنا اخوان، اللي عنده بيت واللي عنده ما بليش هاي الحاله اشهر يا اخوان، خلوني يجي عالم عتعمر فوق، ما تعمر كل شيء، حتى دتش برقة وراس الكور والقليعات والكوازين، هاي المناطق كلها راح تجي هنا، كل راح تنزل هنا، الكل مشمولة، خليجون هذا بيت كرم، هذا بيت كرم، هذا بيت كرم هنا، هاي البيوت كلها راح تعمر، راح نبني خيمة هنا، نعمل خيمة. ما ظلوا هنا، لا تقول ابو خضر، ما ظلوا هنا، قاطعي.